لو الحكاية فيها إن فيجو. نعم إن شاء الله. ليه نعم؟ ها؟ ليه نعم؟ نعم عشان مصر، عشان عيالي، عشان الاستقرار بس. حضرتك هتصوت بإيه؟ نعم. هتصوت بإيه؟ نعم طبعا. ليه نعم؟ ليه؟ عشان مصر تستقر بس يعني. هو فاهم يمشي الحال يعني. اه كده بحب السيسي، وعاوزين السيسي من الاخوان. والله ولا ما تسجلش شيف. افصل. ايوه غلوشي غلوشي. تعالى تعالى كده. اوعى تضحك عليه. ازيك يا ابو حماده؟ هتصوتوا بايه؟ نعم طبعا. انا نعم. اشمعنى نعم؟ نعم عايزين السيسي. عايزين السيسي. احنا بلدنا وقعت، عاوزينها تترفع. عاوزين بلدنا تترفع. بلدنا وقعت. نعم نعم. انا مش عامل الدستور. ما عندناش الا مصر. انا عايش فين غير مصر؟ عايزين السيسي. خلي السيسي. لا مصر على تاني. مصر الحمد لله. تسلم الايادي. تسلم الايادي يا حاج. كانت صعبه، كنا هنضيع البلد. البلد وقعت، احنا عاوزينها جميل. بعض الدول العربية الأشقاء كنا هنضيع مع الناس دي، والحمد لله النهاردة بيسترد بلدنا من جديد. طلعوا في التلفزيون، طلعوا في الكوب. ربنا يبارك لكل مصري مسلم مسالم. يخلي لنا الجيش والشرطة والمصر. مصر مصر مصر. نعم إن شاء الله. ليه؟ موافق على الدستور. الدستور ده إن شاء الله يصلح حال البلد بإذن الله. إن شاء الله يصلح حالها ان شاء الله. يعني ايه اهم المواد اللي انت عجبت حضرتك من اجل التصويت بنعم؟ والله بصراحه يا سكت الاول مظلومه، بس احنا يعني الحمد لله خدوا برضو فرصه في الدستور الجديد، وربنا ييسر المعوقين وحاجات كتير قوي بصراحه. واحد كذا ماده الواحد قراها في الدستور وعجبتني الحمد لله يعني. بنعم طبعا. عشان ايه حضرتك؟ عشان البلد تصلح حالها، وعشان عيالنا، وعشان كل حاجه كويسه. انت حضرتك قريت الدستور؟ اه طبعا. ايه الماده، ايه المواد اللي هي خليتك تصوب بنعم، اجبرتك تصوب بنعم؟ اللي هي الماده اللي هي، بس انا مش فاكر رقمها كام، اللي هي بتاعت العماله والقطاع الخاص وكده. دي كويسه يعني بصراحه، حاجات كتير يعني بصراحه. وربنا يصلح حال الغلابه ونصر الغلابه، حاجات كتير يعني. وحضرتك عن حاجه صوت بايه؟ صوت نعم طبعا. ليه يعني؟ نعم عشان البلد، عشان البلد تهدى وتصلح حالها. طب ايه المواد اللي عجبتك؟ كل الدستور انا قريته كله، مفيش ماده ما قريتهاش. 15 الحمد لله. طب مش حضرتك صوتت بايه؟ بنعم. طب ليه صوتت نعم؟ لان مواد الدستور جميله. ايه من ضمن المواد اللي عجبت حضرتك؟ تفعيل دور المراه، والاتجاه للتعليم، والشباب. الشباب ان هم ان شاء الله، ان شاء الله ان هم امل مصر كله، ان شاء الله هيلاقي له عمل. نعم طبعا. ليه صوت بنعم؟ ايوه عشان البلد حالها يتصلح والدنيا تمشي حلوه وكويسه كده، ونبقى كله تمام الحمد لله. طب انت قريتي بعض المواد في الدستور؟ اه طبعا ابني قرا لي، عشان انا يعني شويه مش بعرف يعني. ايه الماده اللي عجبتك انت فاكره بعض المواد، فاكره كلمتها او فاكره بعض كل حاجه؟ مخلي عاملين كل حاجه، حتى العاطل له فلوس مرتبات، والفلاح والصياد، ومش مخلين حد خالص، مش ناسين اي حد، وحاطين كل فئه الشعب، وعاملين لكل حد، كل الناس حاجه حلوه. يعني انت سعيده النهارده؟ انت صوتي بنعم ولا؟ اه طبعا. اه طبعا كلنا سعداء والله، فرحانين كلنا طبعا الحمد لله كويسين. انا زيها بالظبط. صوتي بنعم برضك؟ اه طبعا. صوتي بحضرتك؟ اه صوتي بنعم طبعا، لاننا عايزين بقى نسترد الدوله من اليد الغاشمه اللي مسكتها وتحكمت في الشعب المصري، وبهدلت ودمرت الشعب المصري، وقالوا احنا مسلمين، واتضح ان احنا عايزين نسترد بقى الاسلام والمسلمين والناس المخلصين للدولة. هو لازم يصوت بنعم طبعا. طب ايه المواد اللي عجبت حضرتك بالدستور؟ جميع المواد كويسة وصالحة للشعب المصري. طب ايه المادة الأساسية اللي عجبت حضرتك خليتك تصوت بنعم؟ والله انا يعني مفيش مادة معينة، كل المواد عجبتني صراحة. كل المواد عجبتني صراحة. بنعم نعم 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 للدستور القادم. أما الدستور الماضي ف يعني عايزين بقى ربنا يقف معانا ونسترد نفسينا ونسترد الدولة من جديد، وربنا يقف معانا بمساعدته إن نسترد الفلوس والأموال الطائلة اللي طارت وراحت،
وما نعرفش منهم لله اللي دمرونا ودمروا الدولة. صوت ايه النهاردة؟ نعم ان شاء الله. ليه صوت بنعم؟ والله انا حاسة اني انا عايزة حل البلد تتسرق وعايزة الدنيا تمشي وعايزة امريكا ما تشمتش فينا ولا تتخيل الاخوان تبعد عننا والاخوان كمان شغلتهم تكسر ان شاء الله. طب انا حضرتك بتقولي الاخوان شغلتهم تكسر، انا حضرتك الاتجاه الاسلامي ايه حضرتك بتقولي كده؟ الاسلام مش بيقول كده، الاسلام عمره ما قال ان احنا نقتل ونخرب وخلاص. انت ليك وجهه نظر احتفظ بيها وامشي على سنه الله ورسوله، لكن ما تخربش وما مش الحاجه المضاده ليك تقتلها. لا وما تتدرش ورا اللبس، لا خلاص ايه المشكله يعني؟ ربنا بيقول بيعامل بالنوايا ما بيعملش بالافعال الوحشه. كان الرسول عمل كده، ده الرسول عليه الصلاه والسلام عامل الكفار واليهود معامله كويسه جدا. فاحنا بنقول اسلام يبقى نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه المواد اللي عجبت حضرتك؟ مش هكدب عليك، في حاجات في المرأة عجبتني وكده، وخاصة بالمرأة المطلقة والمرأة العائل والحاجات دي، يعني بصيت فيها يعني عجبتني، وحاجات كمان خاصة بالعمال برضه. يعني أنا بصراحة مش هكدب عليك أنا ما فهمش قوي، إنما حاولت إن أنا يعني أشوف إيه ده، يعني أستنبط منه حاجات، فلقيتها في حاجات هتصلح البلد وهتمشي كويس إن شاء الله. طب أنت صوتي بنعم إن الدستور على حد كلام الإخوان اللي هو دستور مش إسلامي. ليه دستور مش إسلامي؟ يعني هو على حد، أنا بقول على حد كلام الإخوان. لا لا ليه مش اسلامي؟ لا ان شاء الله اسلامي. احنا الحمد لله بنعرف نأدي الشعائر والحمد لله، محدش بيمنعنا نقول لا اله الا الله، محدش بيمنعنا من المساجد الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني مسير البلد، وان شاء الله هتسير باذن الله غصب عن اي حد باذن الله ان شاء الله. وانا حاسه ان امريكا النهارده هتموت بامانه، انا حاسه يعني حاسه بقلب اوباما ده بينبض من كتر الغيظ وهو شايف الناس دي كلها. فان شاء الله ربنا يسهل والبلد تمشي كويس ونبقى زي الفل ان شاء الله.